مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفست سيفلي. اليوم رجعنا لكم بشرح جديد لهذه المنصة، منصة جيت اي او لاستثمار وتداول العملات الرقمية. اليوم سنشرح لكم المارجن، هنا ريسك وارنينج على المارجن، عليكم قراءة هذه الأشياء جيدا والموافقة على الشروط. من هنا إذا أردتم عمل ترانسفير from spot account إلى المارجن account، هنا الطريقة الثانية يمكنكم عمل برو ماني هير وتحطون الماكسيموم إلى غير ذلك. هنا يمكنكم عمل تريد، وهنا ريباي. من هنا يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو أيضا. إذا يمكننا عمل ستارت تريدينج، هنا يمكنكم من هنا عمل ستارت تريدينج وقراءة هذه الأشياء من هنا. إذا هذه الواجهة كما ترون، هنا يظهر لكم مثلا سعر البيتكوين مع سعرها الحالي. أيضا هنا يمكنكم عمل جيت لوان إذا أردتم الحصول على لوان، يمكنكم عمله من هنا. وهنا يمكنكم عمل ديبوزيت للـ USDT أو البيتكوين والويذراو أيضا. هنا الماكسيموم بايبل الذي يمكن شراؤه من هنا. هنا يمكنكم إدخال سعر العملة، وهنا تدخلون الأكاونت BTC، وهنا تختارون الكمية، وهنا التوتال USDT، وبعدها يمكنكم شراء USDT مقابل البيتكوين. هنا أيضا يمكنكم عمل سيل، هنا يمكنكم عمل اوتو بيرو من هنا واوتو ريباي ايضا. يمكنكم من هنا الحصول على الفونتس كما ترون. يمكنكم عمل فونت ترانسفير تحويله من البيتكوين او اليو اس دي تي الى غير ذلك. اذا هذه طريقة عمله ايضا كما ترون. وهنا لديكم هذا الشارت، يمكنكم عمل دعوم، مثلا نختار شمعة 4 ساعات، ويمكنكم من هنا تكبير الشاشة من هنا، أو يمكنكم عمل فول سكرين من هنا، أو يمكنكم عملها هنا الأرشد، ويمكنكم استعمال هذه الأشياء وعمل البارس وتغيير بعض الأشياء إلى غير ذلك. هنا تظهر لكم جميع المعلومات، يمكنكم عمل هذه الأشياء من هنا. أيضا يمكنكم إضافة هذه السكيل والباكراوند والتايم زون إلى غير ذلك. إذا يمكنكم أيضا من هنا تغير بين هذه العملات الـ ETF والكونتراكت إلى غير ذلك. إذا هنا يمكنكم اختيار سبوت تريدينج أو الأكروس الإزوليتد. هنا المارجينج X3، أولا عليكم تحويل الفونتس، هنا البرو، وهنا تريد والريباي بعدها. إذا هذه طريقة عمل المارجن، يمكنكم إيجادها من هنا. أيضا هنا الدليفري، لديكم اليو اس دي تي مارجن دليفري، يمكنكم الضغط عليها من هنا. وهنا يمكنكم الدخول في هذه المارجن ايضا، اما ان تختارون الكروس او الايزوليتد. ايزوليتد يمكنكم اختيار من هنا الرابعة، والكروس لا يمكنكم. اولا عليكم عمل ترانسفير من هنا، هنا الأسعار إلى غير ذلك، هنا الليميت أوردر أو الماركت أوردر أو التريجر أوردر، يمكنكم الدخول بإحداها من هنا. إذا هنا تحددون الكمية من رأس المال الخاص بكم، وبعدها هنا يظهر لكم الأفيلبل، تقومون بتحويله من هنا، بعدها يمكنكم الضغط على باي لونج أو سيل شورت، ومن هنا ستظهر لكم البوزيشن الخاصة بكم، وهنا تظهر لكم الكلوزد بوزيشن إلى غير ذلك. إذا من هنا تظهر لكم العملة،
يمكنكم الدخول على الدليفري من هنا بشكل عام وستارت تريدينج أيضا. ويظهر لكم هنا الشارت، مثلا يمكن نختار 4 ساعات ونقوم بوضع بعض هذه الأشياء من هنا. هنا عمل ترند، مثلا نبدأ من هنا ويمكنكم عمل ترندات بهذه الطريقة، وهكذا تقومون به هنا إدخال جميع المعلومات.